الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تركيب الرموش في المناسبات فقط؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب زينة المرأة أنها على الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه، ومن جملة الزينة التي ورد الدليل بتحريمها زينة الوصل، زينة الوصل الشعر بشعر آخر، سواء كان شعر آدمي آخر أو شعرا مستعارا، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تفعل بنفسها ذلك، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، فالواصلة والمستوصلة ملعونتان بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه الزينة بخصوصها وهي الوصل من الزينة المحرمة، فتخرج عن الأصل المتقرر في باب زينة المرأة بالدليل. وهذا الوصل ليس مخصوصا به شعر الرأس فقط، بل لو وصلت المرأة شعر حاجبيها بشعر آخر، أو شعر رموشها بشعر آخر، سواء كان شعرا طبيعيا أو اصطناعيا، فإنها تدخل في عموم الأدلة الدالة على تحريم الوصل. وما كان حراما فإنه يحرم قليله وكثيره، ولا يخص منه القليل، فلا يجوز استعمال الرموش الصناعية لا في الأعراس فقط ولا في غيرها، والواجب إتلافها وعدم شرائها، لأنها تدخل المرأة في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا تطيقه النفوس المؤمنة التي تقدم مرضات الله عز وجل على شهوات نفوسها. فالله بالسمع والطاعة وترك هذا الأمر، والحذر الشديد من الدخول في شيء مما يغضب الله عز وجل، والله أعلم.